يعطيكم العافية. أهم شغلة نعملها بعد ما إنه نتأكد من شحن الجيمبل هي نتأكد من شغلة اسمها موازنة الجيمبل. إذا ما وزننا الجيمبل الصور والنتيجة رح تطلع مثل ما حفرجيكم بالفيديو التالي. طيب هلأ حتى لحتى نعمل عمليات موازنة الجيمبل لازم نعمل الخطوات التالية. أول شيء نركب البكلة على الموبايل، ثاني شيء نوصل الموبايل وهو مفتوح نوصله على الجيمبل، ثالث شغلة نركب الترايبود أو القاعدة اللي بنوزن عليها الجيمبل، رابع شيء بدنا سطح مستوي نوازن عليه الجيمبل مثل ما كنتم شايفين هون بهالطريقة هاي. عمليا الجيمبل تبعي بالوقت الحالي ما له موازن. هلا اذا شغلت الجيمبل الشيء اللي بده يصير انه الموتورات رح تضلها عم تحاول ترفع الجيمبل، وبالتالي رح يصير عندنا هزوزه او اهتزازات غير مرغوب بها. هلا لحتى عمليا نعمل موازنه الجيمبل، الجيمبل بنشوف الطرف اللي بينزل لتحت اذا حطيناه بالشكل العرضي هو الطرف اللي تقيل اللي بدنا نحرك لعنده. لما نحط الجيمبل نحن لما نحط البكله تبعت الجيمبل ضروري نشوف هون في اشاره انه الكاميرا من هالاتجاه، فبنخلي الكاميرا من نفس اتجاه البكله. هي شغله كثير ضروريه. هلا مثل ما حكيت هون عندي الجيمبل عم ينزل او عندي الموبايل عم ينزل من هالجهه هاي، فهي الجهه اتقل من هذيك الجهه، فمعناته نحن بدنا نحرك الموبايل لفوق شوي نرجع نشيك صار يرجع لهي الجهه، معناتها بدنا نحرك شوي لهذا الاتجاه صار لهذيك الجهة. هلأ ثبت معنا الجيمبل، هو الجيمبل مطفي. أهم شيء أنا الجيمبل عندي مو شغال، إذا كان شغال معناتها الموتورات عم ترفع لنا الموبايل، وهذا الشيء ما بدنا بدنا يكون الجيمبل مطفي. بالنسبة للأو أم 5 للموبايل اللي بإيدي هاد في إله زر للتشغيل اللي هو زر الأم، شايفين هلأ اشتغل الموبايل، اشتغل الجيمبل بمعنى، وصار عم يشتغل موازن اللي حتكون جيدة، ما في اهتزازات، ما رح احس بأي اهتزاز على التصوير. لا بالنسبة للأو ام 6 في عنا اختلاف صغير، يعني العملية نفسها ذاتها تقريبا الموازنة، بس في عنا اختلاف صغير. مشكلة طبعا رح تواجه كثير عالم بالنسبة للأو ام 6 هن حطوا خاصية التشغيل السريع، مثل ما شفتوا متى ما فتحنا الجيمبل بيشتغل عنا الجيمبل، بمعنى إذا حطينا الموبايل هلا هون بالنسبة لخاصية التشغيل السريع هون عنا الموتورات شغالين، وبالتالي حتعيقنا عن موضوع موازنة الجيمبل. في عنا زر هون اللي هو زر الام مثل ما كنتم شايفين هون، هذا الزر إذا كبسته لفترة طويلة بيطفي لي الجيمبل، بيطفي لي الموتورات أو بحطه بوضع ستاند باي وهو موصول هون. هلا بقدر أنا وازن الجيمبل. طبعا عملية الموازنة نفس الشيء نفس الطريقة اللي عملناها، بنحطه على سطح مستوي. عملنا هلا موازنة يدوية، ثاني خطوة بدنا نعملها هي موازنة بطريقة ديجيتال. بالنسبة للموازنة بطريقة ديجيتال لازم نوصل الموبايل على شو اسمه الجيمبل على تطبيق الميمو اب، بنروح على شيء اسمه المربع الثاني اللي هون من فوق، بعد منا في شيء اسمه جيمبل اوتو كاليبريشن يعني موازنه الجيمبل، بيطلع لي هون خيار انه ستارت كاليبريت، بس لازم نحطه على فلات سيرفيس يعني سطح مسطح. هلا مثل ما لكم شايفين الجيمبل رح يبلش يدخل بنمط الكاليبريشن، بيغير وضعيه الجيمبل بزوايا مختلفه، وبصير بيغير الكهرباء تبعيه الموتورات بحيث انه يضمن لي احسن اداء بالنسبه للجيمبل. هاي الموضوع كتير ضروري تعملوه من فترة لفترة. أنا بالنسبة لي ممكن أعمله كل مرة بدي أستخدم الجيمبل، بعمل موضوع الكاليبريشن الأوتوماتيكي. حاطي لي كاليبريشن سكسس يعني نجحت عملية شو اسمه الموازنة. فهون هيك أنا بكون عملت موضوع شغلتين، أول شيء موازنة ميكانيكية بمعنى أنه أنا ضمنت انه الطرف اليمين من الموبايل نفس وزن الطرف الشمال من بالنسبه للموبايل. الشغله الثانيه اللي هي كاليبريشن او الموازنه الالكترونيه عملتها عن طريق البرنامج، فلذلك البرنامج عندنا كثير ضروري تنزيله. الشغله الثالثه اللي بدي احكي لكم اياها اللي هي موجوده بكل جيمبل بالنسبه بالمقال اللي انا عم احكي هلا على جيمبلات شو اسمه
الموبايل تبعيت الدي جي اي. في عندنا هون ثقب صغير مثل ما تكون شايفين ببراغي، هذا ممكن نحط له اوزان. طبعا هي بنحط في حال مثلا عندي انا العلبه تبعت الموبايل مثلا فيها طرف اكثر من طرف، او مثلا اذا حاطين فلاتر على العدسات، اذا حاطين فلاتر على العدسات ضروري جدا موضوع الاوزان اللي بنحطها هون. في شركه اسمها شركه سمول ريك بتبيع اوزان بالنسبه للجيمبل. بالنسبه لهون بكون انا اتممت عمليه او حكيت لكم كيف نحن نعمل موازنه للجيمبل بالنسبه للاو ام 6 والاو ام 5 وبالنسبه للقنابل الثانيه نفسها ذاتها. فنحن اذا كان عندنا الجيمبل بيشتغل من حاله لحاله، ما تنسوا انه عندنا زر الام. زر الام هو له وظيفتين، الوظيفه الاولى هو ممكن يغير لنا بين المودات المختلفه، والوظيفه الثانيه اللي هو زر التشغيل. طبعا في بيبقى هون شعار للتشغيل، هذا الشعار اللي هون موجود بيقول لنا شعار انه بمعنى بيقلنا بيوصف لنا انه هذا الزر بالذات وظيفته او شغلته انه يعمل تشغيل واطفاء. الام لتغيير المود، يعني انا هلا اذا بغير هون بيغير لي الانماط تبعيت الموازنه من اف بي في ل غيره وغيراتها. ف بالنسبه لكم اذا اي نسخه ثانيه من القنابل حابين توازنوها، بس كبسه طويله على الزر المكتوب عليه ام او المحطوط على جنبه شعار التشغيل، كبسه طويله بتطفي الجيمبل، وبعد منها بتقدروا تعملوا عمليه الموازنه براحتكم. بتمنى اكون فدتكم. اذا عجبكم هذا الفيديو يا ريت لايك واشتراك واعجاب. بشوفكم فيديو جاي. سلام.